اهلا وسهلا ومرحبا بكم. وا سيتي بابا وا اونيكيجي خوسي مون سوكو بروفيسور بي اه اونيكيجي بوشمان اجي كتابي سو واشورو كما لو فضيله الشيخ سليمان اونيكيجي با مفتي بيبي ني موري انا جاني بوفا امين انا جاري بيبي فضيله الشيخ سليمان اونيكيجي با مفتي بيبي ني موري انا جاني بوفا owo gangan tan pe ni owo ha ha ko to ri oke in so lohun bayi ko to ri oke in so lohun bayi o wa daju ko bomi to ba ko to ri oke in so lohun bayi o wa daju ko bomi to ba ro ohun tan te pade ara yin ko to o seun o wa daju ko lohun para mo ti de o baba gbe mi asi eda ku mi asi ko kale won ma bi e pe ma ro buka ti won biro asi arab na ma ro buka na tun dale baba ko ya wa lo ba aduru aduru seta ile hun se laye eh mon karat na kiru ko ma so npe ma ro buka mon karat na kiru ko ma so npe ma ro buka mon karat na kiru ko ma so npe ma ro buka tani abiru baba je kamale amo wa lo ba pe ma ro buka so o fi hanu pe eni olorun ba ti wa se ni muridi se ti jani ya allah taala ani ibi ti lo lori baba wa nu bukata ti e ti biya o ba ti bi le je muridi se ki ha ma da ti jani e wo ti ku onu eni wo se ma be lowo re pe ma ro buka mama إذا رأيت الرجل يثني على أهل الشر وعلماء الضلال فاعلم أنه فاسد وأنه فاسد وأنه ضال، لأنه ما مدحهم إلا وهو يحبهم ويصوف طريقتهم. وهذا يعطينا درس في أن بعض الإخوان أو بعض طلبة العلم يثني على بعض المبتدعة أو أصحاب الأهواء والأفكار المنحرفة يثني عليهم ولا ينظر إلى أفكارهم وإلى تهاتهم، هذا خطر شديد ويقع في أهل الخير ويتنقص أهل الخير، لأنه يسمع من أولئك تنقصا لهم فيصدقهم، فهذا خطر شديد. إذا تنقص أهل الخير وأهل العلم وأهل السنة ومدح أهل الأفكار المنحرفة والتوجهات المنحرفة فهذا خطر شديد. ولو ما جالسوا، هذا في الكلام فقط، لو ما جالسوا، فهذا مما يحذرنا مما وقع في كثير من الناس الآن. نعم. يو لوري محمد أمانو الجامي يروري أهوان سلاف وأكوكو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأئمة الأربعة وعمر بن حنبل وابن تيمية وابن قدامة وابن القيم هذا من دولي رجوانو وابن قدامة وابن قدامة وابن قدامة
يجوز تعظيم المبتدعة والثناء عليهم ولو كان عندهم شيء من الحق، لأن مدحهم والثناء عليهم يروج بدعتهم ويجعل المبتدعة في صفوف المقتدى بهم من رجالات هذه الأمة. والسلف حذرونا من الثقة بالمبتدعة ومن الثناء عليهم ومن مجالستهم، وفي بعض أقوالهم يقولون من جلس إلى مبتدع فقد أعان على هدم السنة. الذي يدعي أهل البدع ويمدحهم خير البدع في الأمة. نعم، لا يشك، لا يرضى عليهم ويمدحهم ويقول لهم أنا من دعاتهم إن شاء الله.